طبعا لو اتكلمنا على موضوع التطرف الإسلامي واضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط، فاحنا قدامنا سكالرز على أعلى مستوى في هذا الموضوع، the most prominent scholars في Islamic theology. الأستاذ رشيد بيقدم برنامج شهير جدا، أكثر من 500 حلقة، 550 حلقة تقريبا، على سؤال جريء، بيحاول يطرح سؤال جريء على المسلمين، وهو مؤلف أكثر من كتاب، وأخيرا آخر كتاب اللي هو داعش والإسلام، ISIS and Islam، وده يعني published in Arabic, French, and after few weeks will be in English also. والأخ حامد عبد الصمد أيضا مؤلف عدد من الكتب الشهيرة، The Islamic Fascism, The Fall of the Islamic World, and هو very well known personality and commentator in Germany. كمان هو عنده برنامج شهير هو صندوق الإسلام على قناة الحياة. ويعني اولا يعني ويلكمينج حامد ورشيد لان هم يعني اصدقاء اعزاء، وانا شاركت مع رشيد كضيف اكثر من 90 حلقه، بعتز بيهم جدا 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 لان هي ابحاث عميقه يعني سايبينها للباحثين عشان يعني يستفيدوا منها في المستقبل. يعني لما بنتكلم عن التطرف الإسلامي بنتكلم عن الأيديولوجي. الأيديولوجي دكتور منصور أشار إلى الأيديولوجي هي recent ideology، لكن أنا شايفها يعني started with مدينة state، مع دولة المدينة بدأت الأيديولوجي. الإسلام دين ودولة، state and religion. إحنا مش هنتكلم عن الدين هنا، مش هنتكلم عن الدين لان الدين مش اللي بيصلي اللي بيعتقد، ده مش تخصصنا. احنا بنتكلم على ذا اسلامك ستيت، ذا اسلامك ستيت. دكتور منصور استاذ علوم سياسيه ويعرف ان تعريف الدوله في العلوم، تعريف علم السياسه، اقدم تعريف لعلم السياسه هو علم دراسه الدوله. وبالتالي عندما نتكلم عن الاسلام كدوله، من حق دارسي العلوم السياسية، من حق كل اللي بيشتغلوا في حقل السياسة، أن يقيموا الإسلام بأدوات السياسة، بأدوات الدولة. كمان هم الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية بيقدموا لنا الشريعة as a law، وبالتالي من حقنا to evaluate الشريعة as a law، بقوانين بالقانون، بأدوات القانون. ومن ثم نحن في مجالنا الحقيقي، مجال تقييم الشريعة كقانون، تقييم الدولة الإسلامية كدولة في علم السياسة بعيدا عن الأديان. الأيديولوجية الإسلامية بدأت من دولة محمد في المدينة، هي الدافع للدولة الإسلامية عبر التاريخ. كل الدوافع اللي حطها دولة الدولة الإسلامية، الأيديولوجية دي بتنزل وتطلع، يعني up and down up and down. بتيجي فترات المسلمين بيرجعوا للعصر الشعائر الدينية والعبادات، يناموا شوية وبعدين يطلعوا. ناو احنا في وقت ارتفعت الأيديولوجي مرة تاني. الأيديولوجي اللي احنا عايشين فيها ثلاثة أيديولوجيز: وهابيزم، كومينيزم، ومسلم براذرهود ايديولوجي، يعني اكوانيزم. سو احنا عايشين في قمه الايديولوجيه، احنا عايشين في قمه، في اكبر فتره انتعاش للايديولوجيه، بدات مع البترول، مع بترو دولار ايديولوجي. احنا دلوقتي، فبالتالي المسيحيين في الشرق الاوسط اضيروا ضرر بالغ من صعود الايديولوجيه الاسلاميه. واللي احنا شايفينه في داعش هو مجرد صورة، التاريخ بيعاد مرة أخرى، التاريخ اللي احنا عشناه بيعاد مرة أخرى. كمان نقطة يعني فيما يتعلق ب يعني
مع ده قاله الدكتور منصور ان الحروب والحروب العالميه وبعد 500 سنه عملوا ايه، ويعني لا الوضع مختلف. بعد الريفورميشن عمل شغل رهيب في العالم، في اوروبا كل الحروب سياسيه حاليا سياسيه، ما فيش حروب دينيه. الوحيدين في العالم اللي بيحاربوا حروب دينيه حاليا هم المسلمين، الوحيدين في العالم اللي بيحاربوا حروب دينيه هم المسلمين، الوحيدين اللي هم بيعملوا المواطنه الاسلاميه اسلامك سيتيزن شيب، ان كل حاجه جايه من القران. القران از ذا مين سورس فور رايتس اند اوبليجيشنز، هو القران. This is the Islamic citizenship only in Islamic countries. فهم يعني كمان هو اشار الى الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان، هو انا اسف اقول تراش تراش Islamic declaration for human rights، حاجه كل شيء اكوردنج شريعه اكوردنج شريعه اكوردنج شريعه، الشريعه كلها ما تنفعش للعصر الحديث. والمشكله الاساسيه المشكله الاساسيه فين حقوقين، ان الشريعه هي الاطروحه المضاده لحقوق الانسان، اللي هي ضد بالظبط against human declaration for human rights and all human rights chapters. الشريعه against all this. So ده اللي خلانا في هذا الوقت نقول ان احنا عايشين في فتره صعبه جدا، فترة صعبة جدا، لأن هم they raised الشريعة they raised Islamic ideology في المنطقة العربية، وإحنا عايشين في هذا الظرف الصعب جدا، عايشين تحت هذه الايديولوجي. من حقنا إن إحنا نحتج على هذا كل الدساتير العربية. على فكرة مصر بدأت اللي هو المادة الثانية من الدستور، والخبراء القانون الدستور المصري نقلوها لكل الدساتير العربية، وربما هي عمل الأستاذ عادل جندي دراسة على الشريعة في دساتير الدول الإسلامية، طلعت مصر أسوأ دولة في العالم. طبعا السعودية ما عندهاش دستور لأنها بتقول القرآن هو الدستور. أسوأ دولة في العالم مصر فيما يتعلق بوضع الشريعة، أسوأ دولة مقارنة الدول الإسلامية كلها، 56 دولة طلعت مصر أسوأ دولة. وبالتالي الآباط بيعانوا إن هم في دولة هي مصر، إذا كانت السعودية هي الهارت، مصر هي المايند بتاع الإسلام، هي اللي بتطلع لنا كل الأفكار وكل شيء. ومن ثم أن الآباط من حقهم أنهم يحتجوا على كل هذا الموضوع. طيب التطرف الإسلامي عمل إيه في المسيحيين في مصر وفي الآباط ومسيحيين الشرق الأوسط والأقليات في الشرق الأوسط؟ ده اللي هنبدأه مع المتحدث الأول صديقي العزيز الأخ رشيد، هو اللي هيبدأ لنا. احنا بس قلنا يعني حاجة عامة على فكرة الأيديولوجية الإسلامية، ولكن التفاصيل نبدأ دلوقتي مع الأخ رشيد. شكرا جزيلا. شكرا. مساء الخير. أنا من المغرب، وحابب أشارك معكم شوية تاريخ إيه اللي حصل في شمال إفريقيا. شمال إفريقيا كانت كلها تقريبا مسيحية، الغالبية العظمى، كان في أديان تانية لكن الأغلبية كانوا مسيحيين. المغرب كانت فيه المسيحية، تونس، الجزائر. ما لا يعرفه الكثير انه كنيسة قرطاج مثلا اللي هي تونس حاليا كانت واحدة من اكبر الكنائس. قديس اغسطينوس ابن الجزائر، اغسطينو في هيبو ابن الجزائر، سوق عنابة الان في الجزائر. فالقديس اغسطينوس اللي هو اب اللاهوت، ممكن نسميه اللاهوت الغربي. قديس ترتليانوس ابن تونس هو اللي صنع مصطلح الترينيتي او تريونيتي، التالوت الموحد او الوحدانيه المثلثه. القديس سبريانوس، سمعان القيرواني اللي حمل صليب المسيح كان من شمال افريقيا، من ليبيا، من قيرونه. حتى القديس مرقس يقال انه من ليبيا، اصوله ليبيه. شمال افريقيا كان هو مهد المسيحيه. فين المسيحيه دلوقتي في شمال افريقيا؟ فين المسيحيه في المغرب؟ ما فيش.
فين المسيحية في الجزائر؟ ما فيش إلا المسيحيين الجدد اللي دلوقتي بنسميهم عابرون أو بنسميهم متنصرون أو بنسميهم أي شيء، لكن المسيحيين المحليين فين هم؟ حتى بين الأمازيغ، مراتي أمازيغية، أنا يقال أنني عربي، ما أعرفش، لكن ممكن أكون غمازيغي. مراتي أمازيغية، دايما كنت بمزح وبقول لها سامحينا إحنا اللي هجمنا عليكم في القرن السابع وحطمنا كل أمالكم. العرب اللي دخلوا لشمال إفريقيا، يقول ابن خلدون إنه البربر أو الأمازيغ ما بيحبوش كلمة بربر لأنه بيعتبروها تحقير ليهم، إن الأمازيغ ارتدوا عن الإسلام 12 مرة، كل مرة رجعوهم للإسلام ارتدوا 12 مرة. ويحكي أيضا إنه موسى بن نصير لما دخل المغرب أخذ حوالي 120 ألف فتاة أمازيغية كجواري وسبي للخليفة عشان يدوهم له. فين المسيحية؟ راحت. مين السبب؟ خلينا نكون صريحين، في مجاملات سياسية كثيرة، في نوع من الـ الخنوع للدين دين الغالبية، لكن فين هي الحقيقة؟ الحقيقة أنه الإسلام عندما دخل لشمال إفريقيا حطم المسيحية، هي دي الحقيقة اللي كل واحد يحاول يدور عليها يمين وشمال ويحاول يجامل، لكن الحقيقة المرة أنه الإسلام هو السبب، شئنا أم أبينا. يمكن واحد يقول لك يمكن الايديولوجي، يمكن الاسلام السياسي، بس الاسلام لو كان هو ده الاسلام السياسي، اذا الاسلام السياسي متواجد منذ بداية الاسلام، ده هو الاسلام السياسي. مين اللي ذهب للعراق؟ فين هم مسيحي العراق دلوقتي؟ حوالي 100,000. مين اللي ذهب وهجم على الكنائس في العراق؟ ومين اللي ذهب وهجم على الكنائس في سوريا والكنائس في فلسطين؟ سموها فتوحات، قالوا لنا. أنا كبرت كمسلم، أنا دلوقتي مسيحي، قررت في يوم الأيام أترك الإسلام لأنه شفت أنه مش قادر أتعايش مع التعاليم اللي فيه، ما قدرتش أبقى ريفورميست زي إخواتنا. أنا لقيت نفسي بين الأبيض والأسود، ما قدرتش أبقى جراي. أتمنى لهم كل التوفيق، أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل، أتمنى لهم التوفيق. لكن نرجع للمشكلة بتاع الأقباط أو قضية القبطية. الأقباط هم الأكبر أقلية صمدت تجاه الإسلام، كان بإمكانهم ينمحوا زي ما انمحت كنيسة قرطاج، وكان ممكن ينمحوا زي ما انمحت الكنيسة في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر وفي تركيا، ممكن ينمحوا بكل سهولة، لكن في نوع من المقاومة خلتهم، ما عرفش كل العوامل، لكن في عوامل كثيرة خلتهم باقين إلى اليوم يقاومون. عوامل كثيرة، إيه هي العوامل والاضطهاد اللي بيحصل؟ أول حاجة ابتدى بها الإسلام، سموه أي شيء، أو الأيديولوجي اللي كانت وراء الاضطهاد، الإجبار، السيف، عن غصب أنك تعتنق الإسلام. ده كان أول وسيلة، والوسيلة دي لا زالت إلى اليوم تختلف مظاهرها بطريقة أو بأخرى، لكن الإجبار لسه مستمر إلى اليوم في القرن 21. هناك سياسة الإذلال، الإذلال بمعنى أنك تخلي الواحد تهمليتهم، تخليه يحس أنه ينتمي إلى الدين اللي فيه ذلة، المذلول، المحتقر، فيحب ينتقل إلى الدين المنتصر اللي فيه انتصار. احنا علمونا، انا والدي إمام، تعلمت تقريبا كل ثقافتي الدينية عن طريقه، وما بعد كملت لوحدي في دراستي، لكن كل تلقين الأولي كان عن طريق والدي. تعلمنا ما نسلمش على اليهود والمسيحيين، واحنا عندنا يهود في المغرب، ليه ما تسلمش عليهم؟ قال لك لأنك لو سلمت عليه انت بتشرفه، فلازم تهينه عشان ما يبقاش
مستريح في دينه عشان ينتقل للدين الثاني، فلازم يحس بالإذلال. فسياسة الإذلال مستمرة إلى اليوم. لما تلاقي واحد يقولوا له أبو عظمة زرقة في مصر، أبو عظمة زرقة، إيه معنى ده؟ ده سياسة إذلال. لما يقول، سوري على التعبير، نصراني كلب، ده سياسة إذلال. لما يقول لك عباد الصليب، ده سياسة إذلال. لما لحد دلوقتي واحد بيكتب أمام الدولة أنه المسيحية ديانة باطلة، فاشلة، المسيحية ديانة فاشلة قدام الناس، ده معناه إذلال للمسيحيين، وما يقدروش ينطقوا كلمة يردوا بيها. فدي سياسة الإذلال. النقطة الثالثة سياسة الإنكار. يعني بيقول لك ولا مرة حصل اضطهاد للمسيحيين في كل التاريخ، تزوير للتاريخ. طب هو حتى عمرو بن العاص بيقوم بمدحه، ده لازم تبوسوا ايدين المسلمين اللي دخلوا مصر واستعبدوا وخلوا الناس تدفع الجزية وخلوا الناس تعتنق الإسلام عن غصب، لازم تبوسوا ايديهم تقولوا لهم شكرا، ده اجوا حرروكم من الرومان. بص على تزوير التاريخ وتجميل التاريخ. المصريون لم يعيشوا أزع عصرهم إلا تحت الإسلام. تجميل التاريخ، مش بس تزويره وتجميل أيضا. ده أكتر من كده يمنوا علينا بقاء المسيحيين في شمال إفريقيا. يقول لك لو كان الإسلام، لو بصوا الأرجومنت بيكون إزاي، لو كان الإسلام ديانة اضطهاد ما كانوش بقوا المسيحيين في مصر. كتر خيرك أن خلت لنا 10 مليون أو 20 مليون يا سيدي، بعد ما كان البلد كله 100%. يعني بيملوا علينا، وكأنه واحد بيقول لك لو كان هتلر فعلا بيقتل اليهود كان قتل كل اليهود. يبقى هتلر ولا مرة قتل اليهود، والقذافي ما كانش أبدا طاغية، لأنه لو كان طاغية كان قتل كل ليبيا. نفس الأرجومنت، ما يصلحش. طب انا لو قلبت الارجومنت ده اقول لهم فين مسيحي المغرب والجزائر وتونس وليبيا، من محو يبقى مضطهد ولا مش مضطهد؟ نقلب شويه في نوع من التبرير، سياسه التبرير. انا قلت الانكار في التبرير، ما هو المسيحيين بيعملوا عشان كده بيقع عليهم الاضطهاد، ما هو بيعملوا سحور في كنائسهم، سحر، بيعملوا سحر، ده قالها محمد حسان. لا، ما هو بيسجنوا بناتهم اللي بيصيروا مسلمات، زي وفاء قسطنطين، قضية وفاء قسطنطين وأختنا كاميليا. بيقول لك ما هو هم بيمسكوا الفتاة. تبرير الاضطهاد، أو الكنائس فيها أسلحة، بيربوا أسود، أو الكنائس فيها أسلحة زي ما اتقالت رسميا من محمد سليم العوم. تبرير الاضطهاد، كل ده التعميم، سياسة التعميم. الإرهاب لا دين له، والإرهاب لا يقصد المسيحيين بالضبط، كلنا بنضطهد. إزاي بقى؟ بيقول لك ما هو مسجد بتاع الصوفيين. لا، مسجد واحد أمام مئات الكنائس، ومسجد صوفي. هم ليه هجموا عليه؟ عشان مسلم ولا عشان بيكفروه؟ عشان بيكفروه، عشان الصوفية بيحطوها جنب المسيحية. يبقى ما تقوليش كلنا مضطهدين، لا. وبيقولك الاضطهاد لا دين له، لا، أنا بعرف أنه الاضطهاد له دين واسمه الإسلام. ليه؟ أنا ولا مرة شفت واحد مسيحي حمل حزام ناسف ودخل مسجد وفجره، ولا مرة شفت واحد مسيحي دخل لمسجد وقال هللويا وراح نزل في المسلمين، ولا مرة شفت. فازاي تقولوا لا دين له؟ بيقولوا لي انه الاضطهاد والارهاب على المسيحيين نتيجة الفقر. بقول لهم اذهبوا الى صعيد مصر، كتير من المسيحيين فقراء.
بيقول لك الاضطهاد سببه انه ما فيش education او الارهاب سببه انه ما فيش education. اذهبوا عند كتير من المسيحيين ما عندهمش في الصعيد انه مستوى عالي من الادوكيشن. بيقول لك انه عشان هم مهمشين اكتر المهمشين هم المسيحيين. يعني marginalized. طيب ما لو كل العوامل دي هي اللي بتلد الإرهاب كنا شفنا المسيحيين أول ناس انتقموا من المسلمين. يقول لك اضطهدونا واغتصبوا بناتنا وعملوا فينا تعالوا نفجر مساجدهم. ليه ما عملهاش ولا مسيحي واحد في تاريخ الإسلام؟ يبقى الإرهاب له دين ولا ما لهوش دين؟ المشكلة اللي بتزعجني وتقلقني أكثر لما الكنيسة تقع في سياسة التبرير وفي سياسة التجميل. لما تصير القيادات الكنسية بتقول لك احنا عايشين أزهى العصور العصر الذهبي. حرام عليكم حرام عليكم. لما يصير يقول لك انه قدام محافل عالمية ويقول لك الإسلام بريء من الإرهاب. هل أنت مسؤول عن شعبك ورعيتك أم أنت الشيخ الأزهر عشان تدافع عن الإسلام؟ كل ده بيخلينا نفكر هو إيه الحل؟ إيه الحل؟ هل لما تصير قيادات الكنيسة مسيرة الناراتيف العام الموجود يبقى احنا ملناش حل الا الناس زيكم الا النون بروفيت اورجانيزيشنز وعامه الشعب هو اللي عليه الاعتماد؟ عامه الشعب ابناء الكنيسه هم اللي عليهم الاعتماد. ايه الحلول؟ اعتقد انه الحل الاول هو الرصد. وانتم في كوبتيك سوليداريتي عاملين يعني شغل رائع تشكروا عليه وفعلا واحد يقول لكم برافو برافو. ليه بقول الكلام ده؟ مش مجاملة لأي حد، لأن بعرف قد إيه العمل ده صعب، قد إيه مكلف، وبعرف من حياة صديقي الأستاذ مجدي قد إيه بيبذل من وقته ومجهوده ومن ماله الخاص عشان يعمل بالعمل ده. ومع ذلك تجد من يقول له ده صهيوني عميل. من بقك للسماء تعاونوا إسرائيل، يعني بيقولك بتساعدوا إسرائيل من بقك للسماء. بيتهموه بالعمالة وبكل شيء. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه بعرف أنه الكنيسة لا تنفق في العمل السياسي، والمسيحيون الأقباط للأسف لا ينفقون في العمل السياسي، بل ينفقون في الطقوس وفي البنايات أكثر ما ينفقوا في العمل السياسي، مع العلم أنه على أهمية كبيرة جدا ليهم. الدفاع عن حقوقهم موازي لروحانيتنا، الدفاع عن الحقوق جزء من مسيحيتنا لا يتجزأ منها، بدون الدفاع عن حقوق لا مسيحية لنا. من غير الرصد التوعية ولا مسيحية ولا ملكوت. التوعية هو الحل الثاني. الرصد كويس بترصدوا كل الحالات اللي بتحصل، التوعية لازم يكون لكم حضور ولنا جميعا حضور إعلامي قوي. دلوقتي السوشيال ميديا ممكن وفرت لنا كل الإمكانيات نعمل أشياء للتوعية سواء للغرب أو للشرق، سواء بالعربي أو بالإنجليزي أو بلغات تانية. وأنا بشجعكم أن تبتدوا في هذا المشوار تعملوا well-produced أشياء منتجة بمهنية عالية عشان توصل لناس كتيرة. well-produced segments. الشراكة، أنا بنصح الأخوة الأقباط أنه يشتركوا مع منظمات مسيحية عالمية، ما يبقاش منغلقين على ذاتهم. في منظمات مسيحية عالمية ممكن تساعد. الشيء الآخر أنه نصر على المطالبة بالحقوق. أحياناً كثيرة بلاقي ناس كثيرة بتحاول تلطف يعني بيحاولوا يقللوا من المطالب. لا، نطالب بالحقوق بكل جرأة. ليه؟ لأنه من غير ما نطالب بالحقوق دي مش هنحصل عليها أبداً.
نطالب بحقوقنا كمسيحيين. المسيحيون في الشرق الأوسط يستاهلوا أفضل ويستاهلوا مستقبل أفضل، فلازم يطالبوا بحقوقهم. نطالب بحقنا في العبادة، بوجود دور العبادة، بحماية بناتنا، بحماية أولادنا، بحماية مؤسساتنا، بكل شيء يطالب به أي مواطن له كرامة. فدي نوع بعض الحلول. لكن الحل الأكبر اللي عايز أختم به، وكنت ناقشته مع الأستاذ مجدي، ليه ما نجرمش التكفير؟ تجريم التكفير يصير مجرم دوليا. مش من حق أي واحد يقول على مسيحي إنه كافر. شيخ الأزهر بيدافع عن المصطلح ده. زي معاداة الزمان. تونس جرمت التكفير في دستورها. دلوقتي مجرم إنك ممنوع تقول على واحد كافر. ليه؟ لأنه بيتبعها تبعيات تانية. بيصير دمي هدر. بيصير ماريتش، الكافر لا يرث المسلم، بصير ما اقدرش اتزوج واحده مسلمه، بيصير انه دمي غير مساوي لدم المسلم، ممكن يقتلني واحد وما يتحاسبش، بيصير انه لها تبعيات كثيره، ديتي اقل من دية المسلم، واضف على دي على دي. ليه ما نجرمش التكفير؟ مستحيل تقول لي كافر. وكافر مش معناها غير مؤمن، كافر معناها وضع اجتماعي ثانوي، أنا مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة. فلازم نجرم التكفير ونلاقي صيغة قانونية. دي كل النقاط اللي عندي، وأشكركم على هذه الفرصة. العزيز الصديق العزيز رشيد، واحنا بتناقشنا قبل كده في مسألة ان احنا بعد المؤتمر مباشرة هنطلع ستيتمنت مع منظمات كتيرة على ان احنا توريز فكرة التكفير as a crime against humanity، ولازم يصدر عن الامم المتحدة، وبنعمل الستيتمنت لان لازم نبين لهم التكفير خطورته ايه. هم مش عارفين التكفير خطورته ايه. التكفير في الإسلام وضع شرعي، وضع شرعي، مش كلمة كده، وضع شرعي، زي ما بيقول أبو حامد الغزالي، يترتب عليها استباحة الدم والخلود في النار. فده وضع شرعي. إن شاء الله مع رشيد وحامد ومجموعة كتيرة، ومع ميمري، ومع ميدل إيست فورم، ومجموعة من المنظمات الرائعة، احنا ناقشنا معاهم هذا الموضوع، وهنبدأ قريبا جدا على غرار المنظمات المثقفين الفرنسيين، هنبدأ فكرة تجريم التكفير ورفعه للأمم المتحدة كجريم. لا، ما نقول احنا ما نستخدمش مصطلحات مضادة ابدا ابدا ابدا. هو اللي بيفجر نفسه مش هنفجر نفسنا. اللي يقول كلام مصطلحات مهينة للإنسانية، ما نش هنستخدم مصطلحات مهينة للإنسانية عشان هم بيستخدموها ابدا. هم احنا نجرم التكفير دوليا، لازم يتجرم دوليا، لازم الأمم المتحدة اللي توليد فكرة تجريم التكفير. دلوقتي يعني أنظر وجهة نظر تاني من منطلق تاني، نفس الاريا بس طبعا برؤية أخرى من الصديق العزيز حامد عبد الصمد، هيقول لنا برضو رؤيته في هذا الموضوع. ماذا أقول بعد كل ما قيل؟ يعني أنت خلصت كل الكلام وكل الطلبات، وبعد اللي قلته مبارح واللي أنت قلته النهاردة، يعني في موقف صعب الحقيقة. يعني نتكلم في نفس الموضوع وأحاول أجيب نقاط جديدة. إحنا لما بنستخدم مصطلح التطرف الإسلامي أو إكستريميزم، التطرف يعني طرف هنا وطرف هنا، تمام، ويبقى في حاجة في النص. المتطرفين هنا مين اللي هناك؟ احنا عندنا بس ناس في النص
وناس هن. التطرف معناه ان انا بنطلق من نقطة هنا وعكسها في اتجاهها الاخر كذا. على اي اساس انا جبت مصطلح التطرف الاسلامي؟ على اي اساس انا جبت مصطلح الاسلام السياسي؟ ها عص البرتقال لو عصرته هينزل عصير برتقال، صح كده؟ عصرت الاسلام هيطلع اسلام سياسي. ما هو السؤال متى لم يكن الاسلام سياسي؟ امتى يعني؟ ادونا فترة من الزمن كده الاسلام فيها ما كانش سياسي وكان بيفصل الدين عن الدولة. من اول، خلينا نقول ايه، من اول الهجرة للمدينة، من اول الهجرة للمدينة. الاسلام السياسي اركانه ايه؟ لو قلنا بني الاسلام على 5، الاسلام السياسي بني على ايه؟ اولا فكرة الشريعة. مين اللي اخترع فكرة الشريعة؟ اكيد مش حسن البنا، اكيد مش محمد بن عبد الوهاب، ولو رجعنا لورا اكيد مش ابن تيمية، مش احمد بن حنبل، وانما محمد بن عبد الله. هو اللي قدم فكرة الشريعة، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون. مين الركن الثاني من اركان الاسلام السياسي؟ الركن الثاني من أركان الإسلام السياسي الجهاد، صح؟ فكرة الجهاد من اللي اخترعها؟ الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. إن الله اشترى من الذين آمنوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الغرض، the purpose of life. فأنت عندك الشريعة، عندك الجهاد، عندك تقسيم العالم إلى مؤمن وكافر. هذا المبدأ واضح. جغرافيا القرآن، تقسيم العالم إلى مؤمن وكافر، إلى دار حرب ودار سلام. الكرامة الإنسانية المشروطة بانتمائك لدين معين، والحد من هذه الكرامة سواء أنت بقيت مواطن درجة تانية، يهودي أو مسيحي أو زرادشتي أو هندوسي حسب الأقليات الدينية، أو أنت لا كرامة لك على الإطراق لأنك أنت مثلا مشرك أو ملحد أو ملكش دين. مين اللي اخترع ده ومين اللي طبقه؟ فإذا أنا لما بتكلم عن الإسلام السياسي لازم أسأل نفسي، البرتقانة هي الأصل؟ أجي أقول عصير البرتقان لا علاقة له بالبرتقانة إزاي؟ بأي منطق؟ صعب. من هذا المنطلق ده اللي حصل مع الأقليات كلها. تذكرت شمال أفريقيا، شوفوا اللي حصل، شوفوا إيران كان فيها إيه، كانت حضارة عظيمة. اليمن كانت حضارة عظيمة. الهند، لبنان وسوريا ومصر، شمال أفريقيا، حتى الصومال كان فيها حضارة قوية. ثم طلع البدر علينا. وما حدث منذ بزوغ البدر؟ ما شاء الله، طمس هويات، تدمير حضارات. يعني الاستيطان المتوحش، مش انه كان بس يعني، ما الرومان كانوا بيفتتحوا اراضي وبيغزوا اراضي، واليونانيين كانوا لكن ما حصلش في التاريخ هذا الكم من الاستيطان والاستعباد لسكان البلاد الأصليين مثلما حدث تحت الحكم الإسلامي في كل عصوره، حتى العصور اللي احنا بنحتفل بيها وبنسميها العصر الذهبي العباسي وفي الأندلس.
أنا عملت حلقة في صندوق الإسلام عن العبودية في الإسلام، واستشهدت بأكبر دراسة اتعملت عن تاريخ العبودية في العالم في جامعة روستوك في ألمانيا، واكتشفت هذه الدراسة أن المسلمون هم أكثر من استعبد بشر بالأعداد في تاريخ البشرية كلها. شوفوا الحروب اللي حصلت دي كلها، احنا نحد النهاردة كان من كام سنة كان وزير خارجية السودان بيطالب أمريكا بالاعتذار عن الاستعباد السود. السودان من أكثر البلاد اللي استعبدت الأفارقة لحد أول امبارح. ما فيش، ما عندناش ثقافة اعتذار، ما عندناش ثقافة الاعتراف بالذنب، مش موجودة في طبيعتنا. إحنا خير أمة أخرجت للناس وأول أمة أخرجت من كأس العالم بإذن الله. إحنا ما تعتذرش، إحنا من إحنا نغزو ونسبي ونستعبد ونغتصب ونقول هذا من فضل ربي. خد خيرات الشعوب ومن خير ربي، اسرق وانهب وقول من خير ربي. فدي من اكبر الاشياء الخطيره اللي حصلت في التاريخ. طول عمر الجرائم جرائم، طول عمر القتل قتل، طول عمر السبي سبي، طول عمر الاغتصاب الاغتصاب، لكن انت تيجي وتعمله باسم الدين يصير ده شيء محبب، يتقرب من الله بانه يغتصب جاريته او سبية الحرب. كارثه منيت بها البشريه كلها. فانت تيجي بعد كده عندك النصوص، اصل التعامل مع اهل الكتاب كما يسميهم القران في تاريخ الفقه الاسلامي كل ايه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. هيوميليشن، هذا هو المدخل في التعامل مع اصحاب الديانات الاخرى. لا كرامه له، انما المشركون نجس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعملون، إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، إن تتركه يلهث. يعني أكبر كم من ازدراء الأديان الأخرى موجود في القرآن، وبعد كده يقول لك ما تزدريش الدين بتاعي. طب اديني مثل، اديني مثل أعلى، القدوة. ألاقيه فين المثل الأعلى في الإسلام عشان أخد منه فكرة الإصلاح. لما مارتن لوثر حب يجيب فكرة الإصلاح كان اعترضوا عليه. مارتن لوثر كان يعترض على فكرة سكوك الغفرة، وكان هذه هي هو مدخل عدائه للكنيسة الكاثوليكية ومشكلته معاه، ما كانش عدو ومن انتقاده. قال حاجتين كانوا هما أساس الإصلاح. قال المسيح ما عملش كده، وما فيش نص في الإنجيل يدعم هذه الممارسة. أجيب منين في الإسلام بقى؟ أجي في الحرب أقول لهم النبي ما عملش كده؟ كذبت وكنت من الخاسئين. أقول لهم ما فيش نص في القرآن يدعم الجهاد أو يدعم السبي أو يدعم ملك اليمين أو يدعم الجزية أو يدعم تقسيم العالم لمؤمن وكافر؟ أجيب منين؟ فأنا ما أقدرش أجيب إصلاح إسلامي على الصيغة المسيحية، لأن المثل الأعلى مختلف، مؤسس الديانة مختلف، والنصوص مختلفة، مش هيساعدني. فحنفضل ندور ونلف على بعض. أسماء عظيمة من الأستاذ منصور ذكرها، مثل الشيخ محمد عبده، الشيخ علي عبد الرازق، و فرج فودة، ونصر حمد أبو زيد، وطه حسين، أسماء كبيرة ومهمة، لكن مش ما فيش
ظهر ليهم. لا نص يستقوا به ولا مثل أعلى يستقوا به ولا تاريخ إسلامي يستشهدوا به. طب أجيب منين بقى إذا كان النص بيدعم هذه التفرقة العنصرية؟ إذا كان المثل الأعلى مارسها في حياته، في زيجاته، في حروبه، وإذا كان التاريخ الإسلامي بكل فصوله بما فيها عصور الزهو والتقدم والرقي والتسامح اللي احنا بنقول عليه كلها ولا مرة تعطلت فيها هذه الفكرة. لا توجد فترة في تاريخ الإسلام كله صعد لنا علماء من المسلمين وقالوا انتهى عصر الجهاد، هذه فكرة لا تصلح للعصر الذي نعيش فيه. لا، لم توجد فترة سلم واحدة في الإسلام، فيش فترة كده ان كان فيها سلام. الاقتصاد الإسلامي منذ فترة المدينة وحتى انتهاء الدولة العثمانية كان قائم على القنص، على اقتصاد الحروب، على الغنائم، على السبي، على بيع العبيد. إذن فما فيش إصلاح إسلامي عن طريق تفسير أفضل لنصوص القرآن. الإصلاح يكون عن التحرر من القرآن ونصوصه والتحرر من سلطة رجال الدين في الإسلام. لكننا سلم الإصلاح تاني لرجال الدين. أصلاً لك أصلاً مش راجل دين فلازم شيخ اللي هو يجي يعمل. طب ما هو هتفضل تاج اوف وور، هتفضل بقى واحد يشد من هنا واحد يشد من هنا، واحد يقول الآية دي تفسيرها كذا، لا يقول لك لا 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 والله ده مش تفسير، مش ده تفسير. فاحنا طب انا احط نفسي تحت هذه السلطة ليه؟ والأزمة، تعالوا نتكلم بقى بصراحة، الأزمة مش النص والكونتكست بتاع النص والسياق، الأزمة ان انا بقول ده كلام ربنا، ده كارثة، كارثة. ربنا مش محتاج سياق عشان يتكلم، ربنا مش محتاج ان النبي كان عايز يتجوز زينب فمش عارف ايه فنزلوا الآية. احنا بنضحك على بعض، سياق ايه؟ لو ربنا بيتكلم في اخر كتاب المفروض النازل للبشرية ومش هتكلم بعد كده تاني، هيسكت مش عارف ليه. أنا مالي ومال كل الحروب وآيات الحروب والكلام ده؟ مش المفروض اللي بيعمل كتاب لآخر بش يحط فيه كذا مبدأ إنساني لا نختلف عليهم بعد ذلك أبدا، ما نختلفش عليهم. لكن مش عارف أقول أصل آية السيف كان لها سياق والآية دي كانت منسوخة، أنت بتوجع رأسنا ليه يا رب؟ إحنا ناقصين لخبطة. هو الواحد بيجي آخر دين بيجي عشان يوضح الأمور ولا عشان يعومها ويلخبطها واحنا مش عارفين الآية دي أصلها إيه ومحتاجين بقى واحد يجي يقولك لا أصل أنت مش رجل دين فبتعرفش تفسر، فيجي الشيخ ده يفسرها بالطريقة الفلانية والشيخ ده يفسرها بالطريقة الفلانية. التاريخ الإسلامي دليل على فشل القرآن، وده فشل الإسلام فشلا ذريعا. فأنا لا أستطيع أن أستشهد بنفس النص كي أصلح الإسلام. بصراحة إصلاح الإسلام مشروع فاشل، إحنا عايزين إصلاح العقول، إصلاح النوايا، إصلاح القلوب، إصلاح التعامل مع البشرية، إصلاح علاقتنا بالعالم، إصلاح علاقتنا مش بس بالأقباط وبالآشوريين وباليهود، إصلاح علاقتنا بالبشرية بالإنسانية، وإصلاح علاقة كل إنسان مع نفسه، ده الأساس، ده هو مدخل الإصلاح. لكن نفضل طول الوقت نقول أصل الآية الفلانية سياقها كان كذا، يجي التاني يقول لك لا أنت غلط، لا ده كان سياق. طب ما هو المشاحنات دي موجودة من أيام من القرن التاسع وحتى من الثامن، المعتزلة والنقاشات اللي كانت بتحصل ودت لإيه دي؟ هل ساقت إلى دولة مدنية تحترم كل مواطنيها في مرحلة ما؟ فالقصة مش حكاية ان احنا محتاجين 500 سنة زي الاصلاح المسيحي ما حصل، احنا محتاجين ناخد الخطوات الصح. خطوات الصح اللي هي ايه؟ الاسلام بصورته التي عشناها في التاريخ ونعيشها الان عزلتنا عن العالم،
الإسلام لا يصلح لتنظيم العلاقات بين البشر. مشكلتنا في الأساس النبي المسلح كمثل أعلى، ما أقدرش أخذ حد كمثل أعلى، قد حروب وقتل ناس وسبى نساء، وكان بيقول يسمح للقرآن إن هو يقول له وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المسلمين. لو ده معيار الأخلاقي اللي حاخده عشان استرشد بيه واتعامل مع باقي البشريه فانا فسدت، ما ينفعش. فلازم نشوف لنا مثل اعلى تاني، ولازم نتحرر من سطوه النصوص، ولازم نعترف باخطائنا التاريخيه وجرائمنا التاريخيه. زي كل اللي اخطاوا في التاريخ ما اعتذروا. الكنيسه الكاثوليكيه اعتذرت عن العصور الوسطى ومحاكم التفتيش وعن الحروب الصليبية، اعتذرت عن اضطهاد اليهود والدور اللي لعبته في أوروبا في هذا الشأن، اعتذرت لليونان، ألمانيا اعتذرت عن جرائمها ضد اليهود، أمريكا اعتذرت عن في شكل بيل كلينتون عن ما حدث للعبيد، رغم أن يعني أمريكا نفسها هي اللي حررت العبيد بحروب، كان جيش أبيض يقاتل ضد جيش أبيض لتحرير العبيد، مش العبيد هم اللي قادوا الحرب. ومع ذلك لحد ما كان فيه رئيس جمهورية أسود، مع ذلك اعتذر إن ده خطأ. مين بقى اللي ما اعتذرش في التاريخ؟ تركيا ما اعتذرتش عن مجازرها ضد الأرمن والأشوريين واليونانيين، المسلمين ما اعتذروش عن العبودية، ما اعتذروش عن طمس الهوية الأمازيغية والهوية القبطية والهوية الأشورية والهوية الكلدانية والهوية الهويات الأفريقية المتعددة، ولا ما صنعوه في العراق ولا في بلاد فارس. نعتذر ازاي؟ بس هو ده، لو احنا بنقرا التاريخ بقى الصح نشوف من تقدموا لماذا تقدموا ومن تخلفوا لماذا تخلفوا، فالموضوع واضح بين. الاعتراف بالحق فضيله، الحق مش الحق بس من منظوري، ان انا بقارن نفسي بباقي الشعوب، انا كنت فين وبقيت فين، اين هذا الدين وداني فين. مش اللي وداني الأندلس مش عشان ان انا اعمل ابن رشد او ان انا اعمل ابن سينا او اعمل رايح اسبي واغتنم اراضي، وساعدني ناس ان هم بنوا حضارة. ايه اللي ساعدني في بناء الحضارة؟ مش اية الجزية ولا اي اية من ايات القرآن. اللي ساعدني ان كان فيه ناس من ثقافات معينة بتتعاون مع بعض في بغداد، اللي بنى بغداد واللي بنى قرطبة واللي بنى إشبيلية واللي بنى غرناطة، كان تعاون بين مسلم يهودي مسيحي، كان الكفاءة، كان عدم الشك والخوف من الآخر. وهذه كانت فترة محدودة حتى في تاريخ الأندلس نفسه، لحد ما جم بقى بتوع الإسلام الصحيح من شمال أفريقيا وقال لك ايه اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا بوظتوا الاسلام خالص. ازاي تتعامل مع اليهود بهذا الشكل؟ ازاي تتعامل مع المسيحيين بهذا الشكل؟ احنا امه لا اله الا الله ولا بد للشريعه والاخر. ابتدوا يحرقوا كتب ابن رشد، واليهود يهربوا، اليهود ابتدوا يهربوا من المسلمين قبل ما الريكونكست، قبل استعاده الاندلس. عرفتوا ده؟ المسلمين نفسهم اللي كانوا اصبحوا يعني متماشين مع الثقافة الجديدة ما قدروش يعيشوا في الأندلس، ابتدوا يهربوا لشمال أفريقيا. فأنت ما تاخدليش ده وتقول لي ما هو الإسلام صنع هذه الحضارة. لا، لو كان الإسلام هو اللي بيصنع الحضارات كان صنعها في مكة والمدينة مش في بغداد وقرطبة. مش المفروض يكون اللي يصنع حضارة يصنعها في مكان نشبته في بيته؟ الأقربون أولى بالمعروف. خلصكوا كده يعني؟
ان انتوا تسيبوا مكة والمدينة في البداوة وتروحوا الاستاذ منصور ذكرنا ان العرب مش هم مقياس كل شيء، صح؟ بس انا لما برضو اخرج بين خارج البؤرة العربية وبص برضو منظر ما يفرحش. خد افغانستان ملهاش علاقة بالعرب، ايران ملهاش علاقة بالعرب، باكستان كارثة. حتى اندونيسيا اللي كنا بنقول ايوه، وماليزيا بنقول ايوه جاي اهو الاصلاح جاي اهو، ما حصلش، ما طلعش منها. بالعكس تركيا اللي هي كانت اخر حاجه يعني اهو على بوابه اوروبا، بس يجي الاسلام الصحيح ما شاء الله سر باتع. وما كان ما بينزل ما بيعمرش. نشوف لنا حل غير الاسلام بصراحه، ان احنا نفضل ونلف حوالين شويه ايات. يعني انا ساعات بعد ما عملت مش عارف كان 140 حلقة دلوقتي من صدوق الإسلام، ببص أحيانا لنفسي أقول أنا بوجع دماغي ليه؟ بوجع دماغي ليه؟ مش بالذمة لو كنا احنا لو أنا مولود في ثقافة تانية كان زمان أنا بقى أشغل نفسي بنصوص أهم وحاجات تعلى تشغل. أنا ليه قاعد عمال أمقع عينيا وأعرف تفاسير فلما قضى زيد منها وطرا ولا مش عارف اقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ شيء بدائي جدا. ليه احنا عمالين لسه نلف وندور حوالين هذه النصوص؟ فلنتحرر من أغلال هذه النصوص ولنتعامل مع البشر كبشر، نمد إيدينا للبشرية ونتعاون معهم على أساس إنساني، على أساس إخوتنا في الإنسانية، لا يحكمنا فيها مش هنخترع العجلة. البشرية توصلت لحل كويس للتعامل مع بعض، إعلان العالمي لحقوق الإنسان. هخسر إيه أنا كمصري لما أعيش في مجتمع ديمقراطي علماني تعامل معي كمواطن لحقوق مدنية؟ مش عايز أسمع من السيسي كلمة إن لازم نتعامل مع أخواتنا الأقباط بتسامح عشان ديننا الإسلامي، زي ما أنا قلت امبارح في الكونغرس. لا يهمني ما يقوله دينك الإسلامي عن التعامل مع الأقباط، يهمني القوانين الدولية والدساتير المدنية. تعامل مع القبطي كمواطن، وأنت كقبطي أخرج للدولة وتعامل معها كمواطن، طالب بحقوقك كمواطن، أرفض دور أهل الذمة. أنت لست ذميا، أنت مواطنا ولك حقوق ولا بد أن تنتزعها. شكراً.